مش ما ما هيجاوب كده فجبت. لا لا انا خلاص ده انفيال، خلاص انتهينا خلاص. انا دايرين هاي مستوطن جديد والدنجويتي ما دايرينه في اقليم دارفور نهائي، مش حكومه جابوا خليهم يمشي خرطوم هناك. لا اليوم انت قال شفتوه لك انت ما براك جاوبوا، ايام كل ده الحكومات ما جاوبوا، ما تدخل الحكومة ذات كل الحكومات جاوبوا ما صح جاوبوا. صح انت شفته بيان بالعمل قدام الصريخ خش اليوم بعمل دفاع، شفته ولا ما شفته؟ في السودان ده ما في حاجه يودوا للزول، اي زول بشوف براه ودي كان ما انت كان ما شفت زاده لقيت بعينك قاعدين، ما في داعي يقول له يودوا لك، لقيت بعين بلمن بعينك كده لقيت، بس اوكي عرفتها. اوكي شنو للناس اللي بقتلوه او بيجي ينشروه في فيسبوك، انت جاي له بيهلالك مشكلتك ده منه؟ الزول الكاتولو ده ما الكاتولو، انت مخليك كاتم ليه تدي شرعيه لجنجويد؟ ما تنشره، لا لا صور ده فيديوهات مثلا وخليك تقول ده عشان قضيه بكره تعال وري، لكن ما تنشره لنا في فيسبوك. لا النشر نشر الكثير لما عاملينه بدا العوار ده النشر ده، لانه الرجال زادوا زاد بقول انا زاد بكره يقتلوني زي ولا يضبونه ينشروا اي زول، الرجال يشيلوهم حماس برا. نشر ده ما كويس، ها نشر ما كويس. ما وجميع نكتم جميع جوا زرقاء، نكتم جميع زرقاء حتى يجب عليهم اول يعرفوا، امبارح جميع 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 قبائل الزرقاء يجب عليهم ان يعرفوا، لانه نحن عدونا الماضي والحاضر والمستقبل كله جانجاوي، ده اي زول زرقاوي يكون عنده علم. وخير ما هو تهيأ توصل لك له معلومه، هو عارفين كل الناس عارفين جانجاوي، اي زرقاء عارفين، لكن بس في ناس مسائل شخصيه حاجات بسيطه بسيطه، انت مسائل شخصيه شنو هذا، مسائل شخصيه فوتوا برا، مسائل شخصيه ده هم انتوا بردوك لمصلحتهم اكبر من مصلحتك انت، لما يلقوا حد هم مصلحتهم اليوم انت كسبوا زادك كيف؟ يلقوا لك. هاي شوف يا كامروت، هم كسبوا كيف؟ لما نحن اليوم ناخذ من ناوي ناخذ حركات الامن والسلام واكيد هم فرانين، لكن انا شوف من ناوي جبريل ودير كل ما عملوا سلام خليه يقعدوا جوا. انا ديل نعمل تحالف كشباب كاخوات، لازم ندافع بعضنا كويس؟ مهما كان مستحيل اليوم انت اليوم قاعد في خرطوم وانت اهلك بقتلوا لك تربط يدينك وتقول بكره انت تكون قاعد عايش؟ ما تقدر، لازم يجيب يعني معاهله. الناس ناس ناس زاد شفتها، يعني الناس على الفيسبوك الناس اللي بنشروا منشورات حاجه ديار، لما يقتلهم من لما يقتلهم بيتكرم من الخرطوم عشان الخبزه ولا ايش، يقولوا ينشروا 100 نفر، لما ينشر يقتل لنا كميه من الرجال من الدارفور، ما ولا اي كلام، ما يحصل اي حاجه، ما يحصل اي حاجه، ده يعني موضوع ده لوحده كده معروف، عرفت؟ عشان كده اظن نكون نحن كلنا زرقاء، ما في قبائل، ما عندنا قبائل، كلنا زرقاء، بس قبيلنا زرق بس عندنا تحالف بتاع الزرقاء، انت عارف يا عيسى تعال. المدريدي والدي والطاهر القايد هنا في اوروبا، والله كان شفته بقول شنو، انت عارف بقول شنو؟ قال ابيد دل بقول لاهلهم امسهم امسهم، وبجاي هنا في فيسبوك بقول لك تعايش سلمي، وهنا في يا اخي جروباتهم بقول امسوا الابيد ده. امثل ابو يا اخي امثل ابيد ابيد شنو يا اخي، الناس كل نحن كلنا ابيد، لا كلام بس كلام كلام هم بس يقولوا للناس ازور ابيد، لكن ما واحد قاعد كده مجنون عند الدكان وين ما عارف قاعد هذا بس عالم بقول مبامر بقعد جنب الدكان ديما بقول عن باي عن باي، داك اول واحد داير يطبوها داك زاد داير داك المهمس العرب كله، عرفت اسمه زاد ما عارف هو منو زاد ما عارف، المهم لكن لقدام يا مان ادونا يا شباب، ادونا الماضي والحاضر والمستقبل، جانجاوي يجب علينا ان ننسى شيء اسمه اي جانجاوي زول من بيتكلم من دارفور او قبائل، اللي قدام يا مان. اسمع السلام عليكم. ايوه اي زول من قبائل الزرقاء وبيجي بدافع للمستوطنين الجدد ولا جنجويد اطلعوا سكرين شوت وانشروا لنا في فيس، انا لا اعرف نظبطوها كيف. خلاص جامد جامد كاميرا قدام سكرين شوت وانشروا لنا في فيس، بس بعرف انا نعرف عندنا جهاز الامن بتاعنا، نعرف الزول ده نمسكوه كيف. لا لا داك انا عارف قاعد في السودان داك، والله انا اللي وصول. بس ما قاعد في السودان، كان قاعد في السودان ده انا زاد نفس مكانه على القوة، حرام يا زلمه كلمات وبيتكلم شينا مره اوكي يلا انت كلكم اهل المنطقه، ارجو اشتروا سلاح وارجو تكون عندكم مع الشباب القاعدين في بلد هنا، وتقول لهم شنو هم دايرين يحجروا الشباب القاعدين في معسكرات القاعدين في مدن هنا عشان يجوا اوروبا وهم يعملوا تمكين، الكلام ده ما هو ماشي كده. واليوم هم بدعموا منو؟ الروسيا ده قاعد بدعم اسليا، اسرائيل اليوم بقت ضدنا بدي شنو لحمتي اسليا دار يعمل تمكين عشان يشيلوا الفلسطينيين كله يجيبون في اقليم دارفور، وقال لك ولا ما قال لك؟ عشان ايوه هم يستلموا اراضي من هناك، الكلام ده بيجي سيء كلام الزمان بيتكلموا اليوم بيجي في ارض الواقع.
لا ياسر، حتى ان هنا لما حتى ان هنا زي ما هم يعملوا، حتى ان هنا نعملوا يعني ما بيها ما في الريت يفوت على الريت فيل حقه، عرفت؟ زي ما يفعلوا زي ما نفعلوا زي ما يفعلوا هم. جامد قدام صورة. شكرا لك. شكرا. القبائل العربية اللي هم قاعدين من إدارة من زمان في هواكر، أنا ما عندنا مشكلة معك. عندنا مشكلة مع مستوطن الجديد اللي أنت قاعد تقول وجنجويتي الجديد أجت في 2003 وبقتل الناس وأنت تقول ده قريبي. أنا عندنا مشكلة مع زول ده. وده ما فتنة، ده بل ده اسمه بل، ده ليس فتنة. تعال يا جنجويتي، أحمد تعالينا، أحمد تعالى يا جنجويتي. تعال أنت اللي قاعد تقول خبائر عربية. تعالينا. أبل لك أنت ليه ما تنشر صورك؟ ليه؟ ما قاعدين بقتلوك ملايين. قاعد تنشر ليه؟ ما أنت قلت الشريف وأنت قلت أنينا خبائل عربية، أنينا الشعامة، أنينا كده. شعامة؟ ناسكم اللي قاعدين تمشي تدفنوهم حتى الدفن زي الناس ما قاعدين تدفنوهم. كويس؟ أنينا ما عندنا تعايز أي خبيلة عربية مستوطن جديد قاعد في أقليم دارفور، بل بس ندفوه بس، نبلهم بس. وجمالهم ده لازم نشيله بالليل. نمشي نشيله. ودعم السري ده هل وحيد نزرع له شنو؟ خنابل في الشوارع، وفي شباب قاعدين معاهم هناك يخلوهم يجوا في الشارع اللي بمشوا فيه وتفجر لهم زي 8 عربيه بس، يفجر لهم زي ده بكره كله بجروا بخلوا دعم السري ده. النداء يا صنع، تهيئ لتحالف بتاع الزرقاء، تهيئ لاهلنا المصاريف، تهيئ لاهلنا الزخاوه اللي انتوا يا جبل مون، تهيئ لك. أنا دور ده خلاص خطاباتنا تعيش سلم مافيا يا زول. الله ده ما عارف يا ضربوه يا ضربوه. أنا صفة بتاعي مافيا. ما أنت قلت الرجال ما كان تخلص تعيش سلم بتاع أمك. أرض مصطفى اللي أنت قاعد تتكلم ده خليني باللوج يا زول. أمشي خرطوم لو أنت راجل قول ده أرض مصطفى. أمشي الجزيرة لو راجل يا جنجويتي الرباتي أمشي قول ده أرض مصطفى. ليه أهلنا ديل من أخلي في هرب دارفور ده؟ شالوا مودو مشوا في خرطوم عشان يقعدوا. ليه ترى خليهم ما عندهم مكان يقعدوا قاعدين في بيوت بتاع كراتين وبيوت بتاع شوالات؟ لو كان تعاي سلمي خرطوم ده كان فادز ده، ما خلي الناس دي عمل لهم محل يقعدوا. ليه ما تخلوهم اليوم كم سنه قاعدين؟ 20 سنه قاعدين ولا 18 سنه قاعدين في خرطوم بدون بيوت. اليوم سموا زغلونا، جابونا، فتشونا. كويس؟ لماذا سموا الحياه ده؟ أنا دارين بل الجنجويد بس. بل الجنجويد ما عندنا الرحمة يا. طب الرجال تضرب اللايف ليه؟ ما قلت الرجال. أول الغار السرور. الله يضربه يا. زي ما امرك شنو؟ تمام والله، اخبارك وصحتك؟ طيب تمام. رسالة شنو للتحالف بتزرق كلنا؟ والله يا جماعة احنا ده خلاص فترنا، شفتها؟ انت فترت من منو؟ بس والله فترنا من مشاكلهم ده، بس الناس دي كلها تتوحد بس يدقوا العرب دي يشطون من دارفور ده. يا هم يقودوا يعني احنا نقودوا، الاثنين ما بنقيد. فرس العرب، فرس العرب ده، العرب القديم زمان في هاكورا ولا عرب المستوطنين الجدد؟ مستوطنين الجدد. هنا مشكلتنا معهم هم مستوطنين الجدد رسمي مخلخلين المواطن الدارفوري ده. على الليله مستوطنين الجدد المخلخلين براحة الدارفورين ده بالذات. تهيئ لك يا كمرد، ده الكلام عشان نوضح. وقدام انا هنا ثاني ما دارين هرب اهليه بدارفور، دايرين الزوجة كلها تتوحد، الناس دي يرموا قدام بس. انا هنا زمان المضيين يا كرم دانا. ورسالتك اقول لك رسالتنا الناس دي ما في حكومه. اسمع، ولماذا اي زول يشتري، اي زول يشتري بندقيته ويحمي نفسه بس، الناس دي توحد. انت هسه قاعد تشوف صورتي في اللايف ولا ما قاعد تشوف هناك؟ هناك انا ما شايف صوره. انت قاعد تشوف صورتي هناك؟
ما جايني صورتك والله، بس جايني علامة كروس بتاعت الصوت بس. هاي انا قفلوا لي الحرام ده، قفلوا لي لانه انا ما شايف الا بشوفك انت، ولكن انا ما بشوفك. هنا مجاني الكروس نفسي ما بس. بشوفه، لا لا تمام والله. لكن ان شاء الله بمشي واخبار بعالج. كيف؟ عالجوا عالجوا كل ضروري والله، ابناء الناس دي منطقه لازم واحد تتوحد، لازم لازم الناس تتوحد يا اخي. انه دكتور قسمه، قدام اي بس قبيله قاعد في اغليم دارفور لغه، نعم اطلع بلغتك وواي اهلك بلغتك، بس نهاية ما تتكلم بس بلغة عربية. بس ده المطلوب. ومن قبائل الزرقاء اللي ما بتتكلم بلغة عربية نطلع لهم نتكلم معاهم باللايفات برضو يفهموا كلام اللي هم قاعدين يقولوه. نهاية بس ده المستوطن الجديد ده ما تاخد يدك، ولا ما عنده تعايش سلمي معاه. يرجع بلبس. بعد انه مزاد تحية لك يا كمرو، تسلم تحية يا لك. عدو. تسلم يا قمر، تسلم، تحية لك. تحية لك. ما في رجوره ثانيه يا زلمه، كفايه من 2003 قاعدين انه بقتلونا، لا امم متحده لا فلان لا خيامه، ما في زول وقف معنا موت بس. يعني يا شاب كيف؟ هاي انا نسينا حاجه، بقول مركز وما مركز، مركز ده ما لنا شغله، لانه الجنجويتي ومستوطن الجديد لسه بقتل من 2003 لتاريخ اليوم، وحميدتي وبرهاني هم البدا والمستوطنين الجدد والقبائل العربيه كويس؟ علي ثاني ما عندنا حاجه بقول مركز، انا دارين نشيل الجنجويت ونشيل المستوطنين الجدد في اغلب دارهم. رسالتك شنو؟ طيب الشغل اليومين ده كيف؟ ان شاء الله عجبكم بس. هي لك ودارين نرمي تاني اكثر من كده، وكلنا بقينا مصاريف. كلنا بقينا حاليا ناسك ما دفنتوا. انت ناسك ما دفنتوا، بس حاليا واقعين برا، ما ناسك ما دفنتوا، ما تدفن ناسك حتى بعد ذاك. تحيه لك وتحيه لك. يا تناسي؟ ادفن ناسك بعد ذاك. هاي؟ يا ناسك واقعين برا ادفنهم بعد ذاك. انت عندك عملت شنو عشان تقول قدام ولا ورا ولا قدام؟ انت من قبائل عربيه؟ انا سوداني انت من وتوصل اي واحد زيها. يلا اسمع ده، بس في سؤال، انت ليه تطبع بني ادم ربنا كرمه في الدنيا؟ ليه تطبع بسكين وتقول الله اكبر؟ هو معتدي، حتى ذبح الابل، قتل الابل، قتل الاطفال، قتل النساء، فعل كل ما فعل. ما بقتلوا بيعملوا لي شنو يعني؟ انت داري يحننوكو يعني؟ المعسكرات وشعب الدارفور منو شردهم؟ انت لو راجل ليه تجيب اهلك من افريقيا الوسطى ومن تشاد ومن نيجر تجي تجيبهم وتضم الاصليه؟ انت راجل؟ انت اصلا زاير وشك زي الرجال. انا ارجل، انا ارجل منك، انا ما عندي اهلي. انت الافارقه دي ما تجيبوا مني عشان احاربوا معك، لانه انتوا كلكم ما بتنفعوا. جابوه ولا ما جابوه؟ كله كان جيتوا ولا ما جيتوا؟ هاي جبناهم وهاي ونبلوك ونقعد في السودان دي. وانت حقتك ما تحمي نفسك، انت ما تقدر ده لو بلدك ما تدافع عنه مالك؟ هاي انا داري اي جنجويت القاعده نبلو، اي عربي قاعد اليوم ما قاعد في السودان وجاي من دول ثاني دارين نركبونا عرب جهرا، ارض مصطفى امشي خطوهم هناك السودان. ارض مصطفى السودان دوله عربيه، اسمعني، السودان دي دوله عربيه ونحن عرب نقعد فيها والله على كان ده. تقعد زيك وزي الزنوج القاعدين، تقعد وتقعد زنجي وتحترم نفسك. واذا ما 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 بتحترم نفسك كمان والله. شوفهم بالله بس اذكر لي كلمتين، اذكر لي كلمة السودان، ما معنى السودان؟ ليه السودان دولة ده السودان؟ السودان ده ليه سموه السودان؟ ليه سموه السودان؟ هل أنت قاعد تقول السودان دولة عربية؟ ليه سموه السودان؟ اذكر لي كلمة السودان ده، ليه سموه كده؟ ولا أنت متخلف ما قريت؟ أنت اسمع، كلمة السودان دي أنت حريم عارف معناها شنو؟ أنا سألتك أنت، أنت ما تعرف السودان التفسير مني أنا. كويس يا سيحل، انت ما تلقى لك لغه ثانيه غير اللغه العربيه، مجرد تكره العرب، مجرد المفروض تلقى لك لغه تتكلم بها ثانيه. افهم 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 افهم، انت اول